الإسلام في النظافة، أدب الإسلام في أن تكون نظيفا، تعبر عن دينك من خلال مظهرك، لأن الإسلام مظهر وجوهر. مظهر لحاله ما بنفع لأنه هذا نفاق، جوهر لحاله كمان منفر. الإسلام الحقيقي يجمع بين المظهر والجوهر، بين صفتك الخارجية وبين ما هو موجود في قلبك. صفتك الخارجية نظيف وداخليتك كمان تكون نظيفة. يعني بتوقع موضوع النظافة كلنا إلا ملاحظات عليه، سواء في الشارع ولا في البيت ولا في الشغل ولا في المكتب، في كل مكان، كل مكان إلا ملاحظات على موضوع النظافة. ومع الأسف وإحنا أولى فيها. اللي خلانا أذكر هذا الموضوع نظافة الشوارع ونظافة البيوت والعمارات اللي أنا شايفها، والله بحكي الحكي هذا لأنه إحنا أولى فيها، إحنا أولى من الأجانب، لأن النظافة جزء من الدين وديننا جزء من ثقافتنا إذا ما كان هو مشكل لثقافتنا. اللي خلانا أذكر هذا الموضوع الصور اللي إحنا بنشوفها ببلادنا والصور اللي أنا بشوفها لما بروح على البلاد الثانية. إحنا أولى فيها، هذا جزء من ديننا، جزء من أخلاقياتنا. كلنا بنشكي من النظافة. مين هاللي منكم طلع شمت هواء وطلع رحلة وراح له عند مكان أثري ولا عند شجرة، من عند طريق البحر الميت لطريق المطار لطريق عجلون لجرش لشتفين لكفر خل كلها، مين هاللي راح منا ورجع مبسوط يقول لك يعني النظافة موجودة؟ كلنا شكينا، مدام كلنا شكينا تعالوا كلنا نغير، تعال نسمع ديننا شو بيحكي ونسمع رسولنا شو بيحكي وإيش ديننا بفرض علينا، لأنه قلنا الآداب هي جزء من الدين وليست أمر اختياري في الدين. طيب هو الإسلام للي بنفهم الدين كويس أعطانا أدق من النظافة. يعني اليوم يا أخوان إحنا منقيس الشعوب، ثقافة الشعوب بمقدار قديش نظيفة. فأنت بتروح تمشي بالشوارع بتمشي بالطرق بتقول ما شاء الله البلد الفلاني مثقف، البلد الفلاني حضاري، البلد الفلاني راقي. ليش؟ قال والله يا أخي شوارع نظيفة، والله يا أخي ناسهم نظيفين. حتى في دول العالم بيصنفوا الشعوب من هم أنظف الشعوب، مين أنظف الشعوب. وآخر مرة قالوا أن أنظف الشعوب هم الفرنسيين على سبيل المثال، هم هيك بيقولوا أن الفرنسيين قال أنظف الناس. طيب ما هو الإسلام أعطاك ميزان أدق من ميزان النظافة، عارف إيش هو؟ ميزان الطهارة. إيش معنى الطهارة؟ يعني لو إنسان يا أخواني نظيف، يعني قميصه أبيض بالمع وربطته وبدلته وملمح حذاءه من أجمل ما يكون، ولكن هذا الإنسان على ثوبه قطرة نجاسة، صلاته باطلة. إذن الله عز وجل أعطانا مقياس أدق من النظافة وهو مقياس الطهارة، بس مع الأسف إحنا فهمنا الشغل بشكلة وفهمناها غلط، اعتنينا بالنجاسات ولم نعتني بالنظافات. يعني قلنا المهم أنه ثوبه ما عليه نجاسة لكن ريحته طالعة عليه أوساخ مش مشكلة، المهم أنه طاهر. لا يا إخوان، شوف قبل 15 قرن، بالله عليك تخيل قبل 15 قرن، اتخيل معي عمان قبل 100 سنة شو كانت، الرياض قبل 100 سنة شو كانت، الدوحة قبل 100 سنة شو كانت، طب المدينة المنورة قبل 1500 عام شو كانت؟ ما في، لا في غسالات ولا في ثلاجات ولا في أدوات تنظيف. قبل 15 عام كان أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللباس الأبيض. عارف شو يعني؟ يعني تحدي. شو اللباس الأبيض؟ لأنه اللباس الأبيض كل قطرة سواد تظهر فيه. فاللي قبل 15 عام 15 قرن كان يحب اللباس الأبيض، أحب الملابس إلى رسول الله البياض. شوف كيف النظافة اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا علي رضي الله عنه يقول: وما سلك رسول الله شعبا، أي طريقا، إلا عرفنا أن رسول الله قد سلكه لحسن رائحته، لطيب رائحة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لطيب رائحة النبي عليه الصلاة والسلام. كان إذا مشي من شارع أو مشي من طريق يعرف النبي قد ملك مشى من هذا الطريق. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه اللي خدم النبي 10 سنوات وهو ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما مسست حريرا ولا ديباجا، نوع من أنواع الحرير، ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي عليه الصلاة والسلام، وإني لأجد رائحة كفه في كفي، ريحة إيد النبي بظل العلقان في إيدي طول اليوم. شوف بالله عليه قبل قديش؟ قبل 15 قرن كان رمز النظافة، عنوان النظافة إسلامنا وديننا ونبينا. يا أخواننا قبل 15 قرن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا في الشريعة الإسلامية 17 اغتسال تأخذ عليها أجر،
اغتسال الخسوف واغتسال الكسوف وصلاة العيد وصلاة الجمعة وصلاة الجنة، كل اجتماع للمسلمين في قبل اغتسال. ليش؟ عشان الناس ما تأذي بعضها. متى؟ قبل 15 قرن. طب شو أحكي اليوم معناته؟ قبل 15 قرن سيد الإمام الشافعي رضي الله عنه مات عمره 52 سنة، بيقول ما تركت غسل الجمعة منذ 40 عاما، لا صيفا ولا شتاء ولا مقيما ولا مسافرا. ليش؟ لأنه النبي أمر فيه. اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بدي اياك تسمع الإسلام وتقول وين إحنا يا المسلمين، اسمع الدين وقول وين إحنا يا المتدينين. لأنه في بعض الناس يعتقد أنه الثوم والبصل من أركان الإسلام، أول ما يتدين بدق بجرزة البصل، بفوت على الجامع ريحته بصل. يا أخي ليش ريحتك بصل؟ يا أخي الإسلام بيقولك بصل وثوم. ما هو في ناس يعتقد البصل والثوم والمجدرة من أركان الدين، يعني المشاوي والبرياني وهذا مش للدين، لا هذا للناس العصاة. إحنا أهل الدين، أكل مجدرة وحط معها راس بصل، هذا الدين. فهموا الدين هيك. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام حق لله. شو يعني حق لله؟ واجب زي الدين زي الصلاة. على كل مكلف أن يغسل رأسه وجسده كل 7 أيام يوم، كل 7 أيام لازم تتحمم يوم. هذا واجب، حق عليك أن تغتسل. وجاك حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام يقول يبلغ حلية المؤمن يوم القيامة بمقدار ما يبلغ وضوءه. يعني واحد كان يغسل عند الكوعين المرفقين بس لهون، زدت الله بيزيدك. فكان الإمام النووي رضي الله عنه، سيدنا الإمام النووي، كان يغتسل لكل صلاة، كل صلاة يتحمم. شوف بالله عليك الدين يا عمي، هاي المشايخ، هاي المشايخ اللي بيحكي عنها الدين، هذا الشيخ اللي بيحكي عنه الإسلام، اللي رباه الدين، مش اللي بيجي لك اليوم لابس هالثوب. قال إيش هيك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هو مشكلته أنه يسيء لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال لابس هالثوب قصير ولابس تحتيه بنطلون هالرياضة طويل لونه أزرق عادة بيكون. قال بالله عليك هذا دين؟ ومطبع الثوب تبعه كله مطبع، مكان الأكل واقع كل بقعة هالقد بتكون، وهو لما بوكل بصير يأكل تفتف وليحته مش ممشطة وشعر ليحته واصل لعند عيونه. وقال إنه زاهد، أخونا في الله زاهد. وبصير الناس يقول لك هذا من أهل الله، يتبركوا فيه، إيش ماله من أهل الله هذا؟ شو ماله؟ قال هذا اتباع للسنة. أي سنة يا رجل؟ هذا سنة؟ أي سنة بتحكي فيها أنت قاعد يا أخي؟ شوهتوا الدين بالله العظيم. في بعض المشايخ شوهوا الدين، شوهوا الإسلام، أعطوا صورة خاطئة عن الدين وأعطوا صورة خاطئة عن الإسلام. بتلاقي حتى ثوبه شامر من تحت طولان، لأنه ما شاء الله عليه مكرش، لأن لما بقعد يوكل ما فيش عنده ثلث لطعامه وثلث لشرب وثلث لنفسه، لا عنده من الزيق للزيق والمي تزريق. وبقول لك إن رسول الله ما دعي إلى طعام، هاي الحافظة من الدين أنت يا أخوي؟ وبتقول لك هذا الإسلام، وبتقول هذا الإسلام، وبتأكل بتعفط علينا هذا الإسلام، وبتأكل بتفتف هذا الإسلام، ولحته عليها الأكل هذا الإسلام، هاي اللحية اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا سيدنا النبي قال أكرموا اللحى، أكرموا اللحى، إكرامها بتهذيبها وتمشيطها وتنقيتها وترتيبها وتعطيرها، مش أكرموا اللحى تركها كيفها. ومع الأسف إحنا هاي النماذج هي اللي صارت طاغية على مجتمعاتنا، واللي بيحكي غير هيك أنت فاسق وأنت بتعادي أهل السنة. تعالوا خنقدم الدين كما أراد الله، تعال خنقدم الإسلام كما يريد الله عز وجل، تعال نقدم الدين زي ما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، مش زي ما بده يا فلان وفلان من الناس اللي انتوا بتشوفوهم كل شيء فيه مطبع، حطته صفرة وثوبه قصير ولحته حالة حالة، وبيقدم لك انه واسنانه صفر. اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أسناني. قد ما جبريل قال لي السواك السواك السواك، الفوت وعطلع، كل ما ينزل جبريل يقول يا محمد دير بالك على سواكك، دير بالك على أسنانك، أسنانك 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 أسنانك. قال ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أسناني وخفت أسناني ينحفوا، خفت أسناني ذوبوا قد ما أمرني بالسواك. ثم قال عليه الصلاة والسلام صلاة بالسواك تعدل 70 صلاة بغير سواك. قال بتروح العمرة مشان الله يضاعف الحسنات، يا أخي استخدم السواك. شو السواك يا علماء يا فقهاء؟ هو بس العود هذا اللي نستخدمه؟ قال لا، هذا عود الأراك، وأما السواك فهو كل خشن ينظف الأسنان. يعني فرشاة الأسنان سواك، سيجنال سواك، سنسوداين سواك، حط المسواك كله سواك. قال لا، المسواك بس العود اللي لا يا أخي الكريم، السواك هو ما ينظف الأسنان، اللي بنمسكه اسمه عود الأراك. فرق فرق. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه، يفهمه، يفقهه في الدين، مش يحفظ النص،
فناس فكروا السواك هو فقط العود، لا، السواك تنظيف الفم. صلاة مع تنظيف الفم تعدل 70 صلاة بغير سواك، تخيل بالله عليك. بس نظف أسنانك إن شاء الله. منكمل بعد الفاصل. تعالوا على المصلين اليوم، قاعد بالجامع وبأسنانه بقصقص أظافره تك 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 وبتفتف على الناس، وقاعد وبنتش بجراباته وبزت قصقص أظافره ونتش جرابات، هو قاعد بالجامع. شو الأخ بيسوي؟ أنا جاي أصلي، أنا جاي أصلي، هذا جاي يصلي، أنت جاي تصلي. وين نظافة المساجد؟ وين الحرص على نظافة المسجد؟ لأنه النظافة جزء من ذات دينك. دخل على جوامعنا، أنا برات بطلع مثلا عن المنبر بدي أخطب، أول ما أمسك المنبر وأنه كمشة الغبرة طالعة بإيدي، الغبرة. وين نظافة المسجد؟ ليش ما المسجد نظيف؟ المسجد رمز المسلمين وعنوان أخلاقهم ودليل على تدينهم. أنا ما أدخل على الجامع ولا القزاز فيه مطبع، وين نظافة المسلمين؟ أدخل على المسجد ولا البرادي تبعت وسخة؟ أدخل على المسجد ولا مكان الوضوء حالته حالة؟ وين ثقافة المسلمين؟ النظافة، النظافة يا أخواننا. ولذلك قال لك تتعطر ومس من طيب إن كان عنده، عشان لما تروح على الجامع تكون أنت داعٍ إلى الله عز وجل بنظافتك. طب البيت، حد إله عندك في بيتك؟ إله مين؟ الإسلام. الله أكبر، الإسلام في داخل عبيتي؟ داخل عبيتك. قال عليه الصلاة والسلام نظفوا أفنيتكم. ليش؟ ولا تتشبهوا باليهود. بدي بيتك يا رسول الله، حوش بيتي، هذا حوش بيتي، أنا جوا السور. قال لك حتى جوا بيتك بدك تكون نظيف، لأن النظافة كل كامل لا يتجزأ. حتى في بيتك، حتى يا أختي المسلمة يلي بتسمعيني الآن، لما تمسح وتشطفي في بيتك وتنظفي بيتك وتمسحي قزاز البيت وتلمعي الأشياء اللي عندك في البيت، تمسحي الطاولات وتمسحي طاولة السفرة مثلا، تنظفي الأرض، تكتكتي الكنبايات، أنت بذلك تطيعين رسول الله وأنت مأجورة. يعني أسأل سؤال، لو واحد مسح طاولة الأكل عنده في البيت، طاولة السفرة أو طاولة المطبخ، شو ما كان، أنت مأجور، أنت مأجور، تأخذ أجر عند الله عز وجل لأنك نظفت اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. حتى داخل بيتك، الإسلام بيقولك حتى داخل بيتك أنت مأجور عند الله عز وجل، أنت مأجور لأنك أنت نظفت. شوف ربنا شو قال بالقرآن الكريم، بالله عليك شوف، هذا أختم فيها قبل ما أطلع الفاصل. قال الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ليش يا رب؟ هل لأنه إرخام وحجر وأثاث وسجاد تركي وسجاد عجمي وثريات إيطالي؟ لا، أحق أن تقوم فيه. ليش؟ لأنه فيه مكيفات ومكندشات ومبسطات. لا، أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. سبب إنه يا رسول الله روح على هذا المسجد أن فيه أناسا يعتنون بنظافتهم وطهارتهم، وأنت يا رسول الله لا يليق بك إلا أن تكون مع القوم الذين يحبون أن يكونوا مع الطاهرين. بمقدار طهرك ونظافتك، بمقدار قربك من النبي. يعني إن شاء الله هذا موضوع النظافة أن يكون حافز إيجابي إلنا كلنا على المساهمة، وأن نكون فعلا نظيفين، نعطي الصورة الحقيقية عن ديننا، نعطي الصورة اللي الله عز وجل وكلنا فيها. ولا إحنا ليش مثلا بالحج نلبس أبيض؟ أنت عارف شو معنى تجمع الناس كل لابس أبيض؟ يعني هذا هو عمليا تحدي للأمم. نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. أنت ما بتعرف وانت نايم وين بيتت إيدك، يمكن أنت وانت نايم حكيت أذنك مثلا، فقبل ما توكل ولا تشرب ولا تسلم، لا، غسل إيدك، غسل إيدك. شوف النظافة حتى أنت صاحي من النوم، وأول ما يستيقظ المسلم يتمضمض ثم يستخدم السواك ينظف أسنانه. والله بيعلموها للناس اليوم بالكليات العسكرية، بيعلموها للناس بالكليات العسكرية إنه أول ما تصحى تتمضمض ومش عارف إيش. أيوة، نظافة. إن النبي حكى حبب إلي، حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. طبعا شو معنى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء؟ مش إنه لا سمح الله بالمعنى السيء اللي الناس بأخذوه،
أي أن الله قد جعل لي رغبة ولطفا في الترفق بالنساء، سواء النساء الناس، ومش مرتي مش مشكلة، الله لا يردها، لا لا. النبي كان رقيقا، كان رحيما، يقول رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير. يا رسول الله هات قوارير وخذ رفق، أما أنتم شايفين الموضوع كيف. بس على كل حال، رفقا بالقوارير حبب إلي من الدنيا النساء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرق للنساء، يرحم النساء، يساير النساء. والطيب، يحب النبي الطيب عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة قال عليه الصلاة والسلام، شوف الحديث ما أجمله، من أهدي إليه طيب فلا يرده. واحد أهدى قزاز عطر ما ترده، ليش؟ من أهدي إليه طيب فلا يرده، السبب فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. فكان النبي لا يرد أمرين، الطيب والريحان. تخيل واحد يهدي للنبي عرق ريحان، شوف بالله عليك النبي العظيم اللي كان مراقه بإيش؟ بالعطر. يا سلام بالعطر، شوف الرقي اللي عنده قبل 15 قرن. فقزازة العطر أو الإهداء العطر يعني من السنة إن الإنسان يقبله، لأنه خفيف المحمل وطيب الرائحة. همك همي مع الدكتور محمد نوح.